هلو ايفريوان، ويلكم باك. ورجعنا تاني يا ولاد مع شابتر 7. هنتكلم على ليزر، وكلمه ليزر تعني لايت امبليفيكيشن باي ستيميليتد ايميشن اوف راديشن. طبعا هنا بنقول ذير از نو توبت ذات يو هاف هارت اباوت ذا ديفرنت ابليكيشنز اوف ليزر ان لايف ايذر ان ذا برانش اوف ابلايد ساينس such as medicine, engineering, and communication, or in the branch of basic science such as chemistry, physics, biology, and geology. In 1960, American scientist Meemann invented the first laser using crystals of chromium-topped ruby. العالم ميمان اخترع الأول ليزر، وكان ليزر الكروم المطعم بالياقوت. بعد هذه بعد كده الياقوت المطعم بالليزر الياقوت المطعم بالكروم يعني نعم. Afterward different types of laser were invented till laser has become covering different regions of electromagnetic spectrum like visible region, ultraviolet, infrared, and the other. The word laser هي كلمة متاخدة من كلمة light amplification by stimulated emission of radiation. Stimulated emission يعني انبعاث مستحس، يعني بيحصل له induced عشان يطلع. تمام، وهنفهم الفرق بين stimulated emission و spontaneous emission. يبقى فيه هنا ها الاميشن نوعين، هنتكلم على stimulated emission و spontaneous emission، وده خلاصة الدرس بتاع الليزر. تمام اوكي. spontaneous emission and stimulated emission. Atoms are stable when they are in the ground state and when an atom acquire a photon of energy H nu equal E higher minus E اللي في الجراوند ستيت. تمام، فهنا ها طبعا ENT ممكن تكون في المساواة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. سأتم jump from the ground state to one of the higher energy state، تطلع فوق مساواة أعلى، وهنا تبقى عملية absorption. عملية ايه؟ absorption process حصلت، والاتوم بدل ما هي stable تبقى اتحولت ل excitation atom. اوكي، يبقى ايه هي excitation of atom؟ it is process in which the atom absorb a photon and jump from it ground state to one of its excitation levels. yes، the excited atom loses its excitation energy after a very short interface of time and return back to its ground state by one of the two methods. الطريقة الأولانية اللي يحصل spontaneous emission، الطريقة التانية اسمها stimulated emission. يعني ايه مستر؟ يعني بعد ما يحصل absorption للفوتون بيبقى هنا الاتوم في حالة excitation بالشكل ده. في طريقة بنسميها spontaneous emission، يعني انبعاث تلقائي، وده بعد ما يقطي اللايف تايم بتاعه. اللايف تايم هنا اللي هي 10 باور نيجاتيف 8 سكند، ده اسمه اللايف تايم للالكترون اللي في المستوى اللي فوق، بعد كده بيرجع للمستوى اللي تحت. تمام، زي ما كان ويطلع الفوتون اللي خده. تمام، يبقى دي spontaneous emission. اما لو كان هذا هنا اهو الاتوم في حاله اكسايتيشن، ومثلا هنا هنقول اي 2 مثلا، وهنا اي 1، طبعا الفوتون اللي سبب الاكسايتيشن هو الانرجي بتاعته بتساوي ايه؟ بتساوي الديفرنس في الانرجي ليفل زي ما خدنا في شابتر 6. يبقى هنا اي فوتون المسبب للاكسايتيشن بيساوي اي 2 ماينس اي 1. اوكي، طيب ايه رايك لو عدى فوتون على الاتوم وهي في حاله اكسايتيشن بالشكل ده؟ ايه اللي يحصل؟ يقول لك يستحس الفوتون اللي جوه الاتوم انه يخرج من هذه الاتوم ويرجع تاني للمستوى
الأرضي ground state. يبقى هنا ها ده بتأثير فوتون خارجي عدى على excited atom وبالتالي هنا هو الأتوم بيكت ستيبل وطلعت ايه؟ طلع اتنين فوتون، واحد اللي هو اللي معدي والتاني كان المسبب للإكسايتيشن، صح؟ يعني الفوتون الأصلي عامل زي يكون كاتاليست كده؟ الفوتون الأصلي أنا هي دي معناها ايه؟ يعني مثلا لو اتكلمنا عن الولادة الطبيعية، الولادة الطبيعية 9 أشهر، بعد انتهاء التسعة أشهر الست بتولد طبيعي، صح؟ تروح تحط العمليات وتولد. اما لو في خطر على الجنين في الشهر السابع ولا السادس، الشهر السابع ايه اللي يحصل؟ الدكتور بيديها ايه؟ حقنه نسميها حقنه الطلق اللي هي بروجسترون. الناس بتاع علمي ايه؟ علمي علوم عارفين البروجسترون اللي بيعمل هنا ها كونتراكت اند ريلاكس لمين؟ لليوترس للرحم، فيخلي هنا هو الاتوم بقى ما في حته اكسايتيشن، لا قبل انتهاء اللايف تايم بتاعها روح ينزل يطلع الفوتون. بس الفوتون الاولاني مش بتاثر صح؟ لا مش بتاثر، هما طالعين مع بعض. يعني كانك انت مثلا في حاله اكسايتيشن دلوقت ويقعد عليك واحد صاحبك، يقعد عليك واحد ايه صاحبك في سنك نفس الانرجي بتاعتك، يقول لك بس سيبك من المذاكره تعال نروح ايه السينما. ايوه مبدئيا روح تروح تنزل كده وتروح ايه بدل في حاله اكسايتيشن، يبقى بدل عمليه الاكسايتيشن انت هتبقى في حاله ايه ستيبل، ترجع ستيبل وتروح ايه تتمشى مع صاحبك. تمام. يبقى هنا بدل ما هو هيخرج فيتون واحد تخرج اتنين فيتون، يبقى احنا بنزود عدد الفيتونات، وده الفكره بتاعت الليزر بيحصل استيميوليتد ايميشن. اما بالنسبه لما حصل سبونتينوس ايميشن ده بيدل على ايه؟ بيدل على ان مفيش كونسنتريشن للفوتونز، مفيش عدد كبير من الفوتونز، فاللايت العادي ده اللي هنتكلم عليه بعد شويه. هنبدا نقارن بين مين ومين؟ بين الاضاءه العاديه اوردينري لايت والليزر. تمام. طيب دلوقتي هنا احنا خدنا كونسبت مهم اسمه لايف تايم. ايه هو اللايف تايم؟ هي الفتره بتبقى اكسايتد فيها، يعني ات از ايه interval. It is the interval of time in which the atom loses its excitation energy by radiating it in the form of a photon and returns back to its normal state spontaneously. تمام. يبقى هنا ها يا شباب the spontaneous emission happen after ending the lifetime of the atom in the excited state without external stimulation. Stimulated emission happened before ending the lifetime of the atom in the excited state by the effect of falling of another photon that has the same excitation energy. دلوقتي هنا هنتكلم على spontaneous emission, stimulated emission في صورة comparison. How it happened. Spontaneous emission هنتكلم عليه، هنلاقي when excited atom relax from the excited state to a lower state. يبقى emission مبدئيا هيبقى من عالي لواطي، من عالي لايه واطي، من عالي لايه لواطي. يبقى هنا ها بس هنا ها after lapsing its lifetime about 10 power negative 8 seconds. The atom emitted spontaneously without any external stimulation a photon whose energy equals the difference between the energies of the two states. يعني spontaneous emission يعتبر natural emission. اه تمام. stimulated هو من stimulated هو اللي بيبقى فيه كاتاليست اللي هو يعتبر من الكاتاليست اللي هو الفوتون اللي ليه نفس الانرجي بتاعت اللي كان مسبب للاكسايتيشن للاتوم. فهنا السبنتين نفس الانرجي ووفلينس صح؟ نعم نفس الانرجي ونفس الووفلينس. ده بالنسبه لمين؟ للفوتون الثاني. الفوتون اه طبعا. عشان كده الليزر هنعرف ان من الصفات بتاعته انها تبقى كوهيرنت. كوهيرنت يعني ماشيين مع بعض، ليهم نفس الويفلينس وليهم نفس الفريكوانسي وليهم نفس الانرجي. لو ما كانش نفس الويفلينس ما كانش يأثر على الثاني. اصل انا عايز اقول لك حاجه الكلام ده هيبان بعد شويه في الاوردينري لايت والليزر لايت. احنا بنتكلم دلوقتي عن استيميتد ايميشن وين اكسايتد اتوم ريلاكس فروم ذا اكسايتد ستيت تو الاور انرجي ستيت بيفور بيفور اه نحط خط هنا
before the end of its lifetime due to falling a photon whose energy equal the difference between the energies of the two states. The atom is stimulated to emit a photon in phase with the incidence photon. يبقى ليها حتى نفس الفيس. Okay. Properties of emitted photons from the atoms. A photon has an energy that equals the energy difference between the two level. الكلام ده موجود في الاسبونتينوس. تمام. وبرضو هنا هتلاقي في الاستيميليتد ان two photons that have the same frequency properties propagate in the same different and have the same phase, which means they are coherent. ده بالنسبة ليه؟ للاستيميليتد emission اللي هو زي الفوتونات بتاعت الليزر. اما بالنسبة للسبونتينوس emission هنلاقي ان الاميتد فوتونز from atoms of the medium have a wide range of wavelengths in the electromagnetic spectrum. يعني عايزين نفهم دي. بص حضرتك هو لما يحصل excitation للاتوم من الجراوند ستيت مثلا عملت خمسة هنا فتلاقيهم بيطلعوا لمستويات مختلفة. يعني يطلع هنا يطلع هنا يطلع هنا يطلع هنا يطلع هنا يبقى هنا بيختفي ده. تمام. طب يقضي اللايف تايم ده يختفي عن اللايف تايم ده يختفي عن اللايف تايم ده وهكذا يبدا ينزل ويطلع فوتون ينزل ويطلع فوتون مش تحس ان في فارق زمني. ايوه يعني هتلاقي هنا ها اللايت العادي زي اللمبه العاديه. تمام. اللي يحصل فوتون طالع كده وده كل واحد براحته في وقت مختلف. فهنا هو ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل وعشان كده ها لما تلاقي هنا ها الانرجي مختلفه الفوتون ده مختلف عن الفوتون ده وبالتالي الويف لينث مختلف ولا لا وبالتالي لو هنرسم بلانك ديستريبيوشن الراديشن انتنسيتي مثلا بتاع الليزر. تمام. وهنا اللامدا هتلاقيه بالشكل ده تلاقي ويف لينث كتيره خالص. تمام. اما في الليزر هتلاقي emitted photon propagate in one direction in the form of parallel rays. تمام. وهتبص تلاقي monochromatic. يعني ايه half a one wavelength يبقى ترفيع خالص يبقى حاد الليزر wavelength واحد انما تلاقي كتيرها مركز. طيب لما نتكلم على spontaneous emission بالنسبة للإنتينيتي أوف فوتونز أكيد تكريز during its propagate where the intensity of the radiation in first proportion to the square distance covered according to the inverse square law. معك موبايل؟ هذه الكشافة بتاعه. هنبص مع بعض الشباب الكشافة شغلناه شايف البقعة الضوئية اللي تحت أول ما بعد بتفرش وبتجل صح؟ أقرب تزيد كل ما بعد تقل يبقى ده اسمه قانون قانون ايه؟ الانفرس سكوير لو يبقى ايه؟ الانتنسيتي بتاعت اللايت بتقل كل ما المسافة تزيد. تمام هي ده الانفرس بروبوشن مع الديستانس سكوير يبقى الانتنسيتي اللي هي الاي انفرسلي مع مين؟ مع الديستانس سكوير ان هي بتفرش على مساحة على اريا فكيها في حاجة سكوير ديستانس سكوير. دي تاني اي عندنا صح؟ الاي دي بسميها اي في مش اي عادية. الاي الاولانية هي الكرنت انتنسيتي انما تي اي في اي في التانية اي سي ده اسمها اي بس اي بس اللي هي بتاعت الريكتد كرنت انتنسيتي. طيب الانتنسيتي اوف راديشن ريمين كونستانت يورينج بروبيجيشن فور لونج ديستانس هيحصل ايه؟ It doesn't obey the inverse square law. ده يختل القانون التربيع العكسي. هتلاقي هنا هو الليزر ثابت اما هنا هو لو بصيت هنا في الاورتينري لايت سورس الاريا اهي الاريا تكبر الاريا تكبر فتلاقي اللي هنا كانت زاهيه بعد كده تقل الاضاءه. اوكي اوكي عشان تفهم اللي انا قلته تعالى نحل السؤال ده او نفهم الانفيرس سكوير لو. الانفيرس سكوير لو بيقول ايه؟ The light intensity falling on a surface is inversely proportional to the square of the distance between the surface and the light source. الاي inversely مع distance square. وبالتالي هنا لو حبينا نقول يبقى اي 1 على اي 2 يساوي دي 2 سكوير على دي 1 سكوير. يعني مثلا هنا دي زادت لدبل. لدبل هنا. فيبقى الانتنسيتي تقل لايه؟
I over 4. طب الديستانس ها في الأولانية لما تزيد ل 3 تايمز ل 3 ايه تايمز تزيد ليمين ل 3 تايمز اللي يحصل يبقى اي على كام 9. ثانك يو. يبقى هنا from the previous we can define the spontaneous and the stimulated emission and the inverse law as follow. يبقى احنا هنا اتكلمنا عن inverse law, عايزين نتكلم على spontaneous emission. Spontaneous emission, نلم الملاحظات اللي احنا قلناها, ان emission of photon from the excited atom when it relaxed from the excitation level to lower energy level spontaneously after elapsing its lifetime without any external stimuli. Stimulated emission, the emission of photon from the excited atom due to the falling of external photon having the same energy as the photon that excited it and stimulates the atoms to emit the coherent photon. يعني ايه coherent photon؟ يعني مترابطين. يعني انا وحضرتك دلوقتي مترابطين, انا وحضرتك مترابطين دلوقتي؟ لا لا, مترابطين زمانيا, مترابطين مكانيا, مترابطين عشان احنا في نفس الزمن, في نفس الزمن وفي نفس المكان. تمام. يبقى two coherent photon before, طبعا هنا كامتا spontaneous emission. يبقى هنا spontaneous emission قلنا ان في فوتون هيستحس الفوتون المسبب للاكسايتيشن, فالمهم يحصل انا قلت سبونتينوس. اي ام سوري يا شباب, هنا هذا الفوتون المسبب للاكسايتيشن, سبب هذا الفوتون بيمر فيستحس يعني استيميليتد للاتوم او للفوتون اللي كان مسبب للاكسايتيشن اللي جوه الاتوم اللي فوق, فيخلي الاتوم تبقى ستيبل, ترجع ستيبل وتطلع الفوتون بتاعها. يبقى هنا كم طلع, كم فوتون؟ اتنين, واحد مسبب للاكسايتيشن والتاني كان اكسترنال افكت, تاثير مؤثر خارجي. وكم ده بي فور, قبل قبل ايه؟ بي فور ذا اند اوف اتس لايف تايم, بيفور the end of its lifetime. تمام. في نوتس مهمة بيقول, ممكن تقرأ السؤال ده أو النوتس. In spite of emission of two photons by the effect of one photon in the stimulated emission process, but it isn't a violation to the law of conservation of energy, because one of the two photons is the incident photon and the other is resulted from the turning of the electron back from higher energy level to lower energy level. يبقى بالرغم من ان الانبعاث بتاع two photons بتأثير فوتون, تمام, بتأثير فوتون خارجي افتكمت في الايه, في stimulated emission, انما ولكن هو لا يعد انتهاك. يعني ايه هنا violation؟ انتهاك, انتهاك لقانون بقاء الطاقة, law of conservation of energy. ليه؟ اصلك انت ركزت معايا هنا, ها دي جواها ايه؟ جواها فوتون, صح كده؟ يبقى هنا اللي فوق ده اتوم جواه فوتون, وهنا نازل فوتون, صح؟ الاتوم رجعت زي ما كانت والاتنين فوتون, طلعوا اتنين فوتون, يبقى الانرجي اللي داخله بيساوي الانرجي ايه؟ اللي خارجه. يبقى كده هنا ها لا يعد انتهاك لقانون بقاء الطاقه, على اساس ان هنا في فوتون واحد طلع ايه؟ اتنين. لا, هو في واحد موجود هنا, موجود في الاتوم في حاله اكسايتيشن. اوكي. بعد كده نتكلم على properties of light ray. Properties of light ray, laser ray are different from the ordinary light ray as they are resulted from stimulated emission of the atom, while in ordinary light ray the dominant emission is the spontaneous emission, since different is reflected on the characteristic of each shown in the following. Yes, yes. Number one, ordinary light. هنعمل ايه؟ Ordinary light. Number two, laser. يبقى هنعمل ايه؟ Comparison. لو ركزت في الordinary light زي اللمبة العادية تبقى incoherent light, صح؟ أما هنا coherent ايه؟ Light.
يبقى هنا بيبقى في هنا بنقارن من حيث الكوهيرنس. مين في كوهيرنت فيهم؟ الليزر. اوكي الليزر هو كوهيرنت. طب لما نتكلم على مونوكروماتيكلي، المونوكروماتيك هو الليزر. الليزر هنا ها بيبقى هاف وان ويف لينث، هنا بيتميز بمين؟ بوايد باندنج، اتساع طيفي. اوكي مين فاي ال؟ فاي ال يا مستر نمبر اوف تونز المنبعثه ايميشن خلال ثانيه. اوكي يبقى هنا ها ممكن نقول ان هنا هو بيبقى فيه ايه؟ في اتساع طيفي، في ويفلنس كتير صح؟ اها. اما هنا هو واحد بس مونوكروماتيك. الليزر لا اما احمر لا اما بنفسجي لا اما ازرق، انما هل ينفع كذا لون؟ لا. تمام تمام يا فندم. ممكن تعمل مقارنه بالنسبه للمونوكروماتيكلي؟ اتفضل. The emitted photons have a wide range of wavelengths. Each line in the visible spectrum includes a band of wavelengths. So there's different shades from one color. The radiation intensity varies from one wavelength to another. أما الليزر بالنسبة للمونوكروماتيك، The emitted photons have a very narrow band or width bandwidth of wavelengths. It emits one spectral line with very limited bandwidth. The intensity is concentrated at a certain wavelength. Hence, it is considered monochromatic light. Yes. بالنسبة للcoherent ممكن تعمل لي comparison. بالنسبة للordinary light، بالنسبة للcoherent. Photons of ordinary light are incoherent either in time or space because they emanate at different instants of time. تنبعث في أوقات مختلفة. They have inconsistent and varying phases. وبرضه هنا هالفيسز بتبقى مختلفة. أما في النسبة للليزر لما نتكلم على الكوهيرنس، Photons of laser are coherent in both time and space because they emanate from the laser at the same instant of time. They maintain the same phase difference during propagation over long distances and this makes radiation intense and focused. Yes, thank you. يبقى صفات الليزر بروبيرتس أربع صفات. أول حاجة مونوكروماتيك، نمبر 2 كوهيرنت، نمبر 3 انتنسيتي، نمبر 4 كوليميشن. كوليميشن كوليميشن هي توازي الحزم. كوليميشن هي توازي ايه؟ الحزم. أما هنا انتنسيتي يعني الشدة. طب عايزين نقارن بين الاثنين. دي الأورديناري لايت. اتفضل. Oboy obeys the inverse Oboy. Square law where the intensity of radiation falling on unit area decreases by increasing the distance between the surface and the source as the photons are propagating currently and also the divergence and dispersion of light rays. زي ما انت شايف زي ما عملنا من شويه بالنسبه لكشاف الموبايل. طب بالنسبه للليزر حكايه الانتنسيتي بتاعته، This obeys the inverse law where the intensity of radiation falling on a surface is constant even if the distance between the surface and the laser is increased due to the coherency of the photons. The small divergence and the limited dispersion of its rays thus rays are more intense, concentrated and propagate for far distances. The dispersion. Yes. بالنسبة للكالو كالوميشن توازي الحزمة، The diameter of light beam increases during spreading due to the dispersion. The angle of diversion is relatively large. Yes. The diameter أما الليزر the diameter of the beam remains constant for long distances during spreading where the laser beam propagates in the form of parallel rays. The angle of diversion is very small. That don't suffer a noticeable divergence as the laser photons are spatially and temporally coherent and thus energy can be transmitted without much loss. Yes, thank you. Test yourself. Laser beam don't obey inverse square law of light because they are parallel and have low divergence ولا they have low intensity ولا they are monochromatic ولا they have short wavelengths. They are monochromatic because
فيزياء مونوكروماتيك. نو إجابة خاطئة، مش مرتبطة. هو عشان هنا هو they are barrel and half low diverge. ولو كتبت half high intensity كان هتنفع. هنا ها لو ركزت معايا حضرتك هتلاقي هنا ليزر سورس، التيومتر هنا ها مش بيختلف، عشان كده ها بيبقى كونستانت في اللايت انتنسي. وبالتالي هو طالما هو كالوميشن يبقى هو ايه الانتنسي عالية، وبالتالي تيس ابوي. انما المونوكروماتيك ده موضوع تاني، هنتكلم دلوقتي على المين كومبوننت اوف ليزر. مين كومبوننت اوف ليزر، اوكي هنركز مع بعض هنا اهو. هنقول دي سبت هاف فاريشن اوف ذا سايز بوينت ان ذا سايزز اند تايبس اوف ليزر ديفايسز. زي كونسيست اوف 3 كومن اليمنت ويزاوت ويتش ار اكتف ميديم انرجي سورس ريزونانس كافيتي. يبقى عشان نعمل ليزر عايزين ثلاث حاجات، ايه اللي احنا محتاجينه؟ اكتف ميديوم، ريزونانس سورس، انرجي سورس. تمام، وي ويل ديسكاس ذيم سبيرتلي ان سم ديتيلز. بس قبل ما نبدا فيهم تعال نشوف الشكل الجميل ده، ليزر جنريت ديفايس. يبقى احنا عايزين انرجي اي سورس، عندي هنا اكتف ميديوم اللي هو عباره عن المرايتين دول، هنا ريفليكت ميرور وهنا سيمي ترانسبيرنت ميرور بحيث ان هي تعكس شويه وتطلع شويه فبتطلع الليزر من هنا، وهنا ده بنسميه ريزونانس كافيتي. تمام، فاضل الاكتف ميديوم اللي هي الاتومز اللي بيحصل لها اكسيتيشن من جوه. وعلى حسب نوع الليزر يعني في ليه كذا ليزر، في ليزر الهيليوم نيون تهناها بالتفصيل. لو ركزنا مع بعض ليزر الهيليوم نيون هنلاقيه اهو ثلاث انبوبه فيها الغاز بتاع الهيليوم وغاز النيون. تمام، ومرايتين اهما تمام من بره، فالريزونانس كافيتي اكسترنال خارجي. انما تعرف ان في ليزر اللي هو ليزر الروبي ده بيبقى شكله كده اهو. تمام، بيبقى عباره عن الاكتف ميديوم هي الكروميون توبتد باي ايه باي روبي. تمام، يبقى الليزر الياقوت المطعم بالكروم صح؟ لا هو تمام. فايه اللي يحصل؟ بنطلي هنا ها النهايتين بتاعته عشان تمتى سوليد، هو سوليد هنا الاكتف ميدي. اما لما كان جاديوس في انبوبه كنا بنعمل له ريزونانس كافيتي من بره خارج اكسترنال مرتين من بره، اما هنا بنطلي النهايتين بتاعته بماده ايه عاكسه زي السيلفر مثلا. اوكي دلوقتي هنتكلم على الاكتف ميديوم بصفه عامه. يبقى احنا هندرس دلوقتي المين كومبوننت اوف ليزر. تمام، هنتكلم على الاكتف ميديوم وعمر هيقرا لنا بسرعه الاكتف ميديوم. يعني ايه اكتف ميديوم؟ تز اكتف ماتيريال هوز اتومز ايميت ذا ليزر فوتونز ويتش كان بي كريستالاين سوليد such as روبي سيمي كوندكتور such as سيليكون كريستالز اليكويد داي such as the dissolved organic dyes in water, gas atom such as mixture of neon and helium gases. نحط خط هنا هو عشان ده هندرسه بالتفصيل. مش ionized gas such as ionized argon gas. Yes. Gas molecules such as carbon dioxide gas. ده بالنسبة للactive medium. أما بالنسبة للsource of energy they are responsible for Responsible. I'm sorry. They are responsible for providing atom or molecules of the active medium with the required energy for exciting them from the energy source used for exciting the active medium. Number one, electrical energy. Number two, optical energy. Number three, thermal energy. Number four, chemical energy. نبدأ بواحدة واحدة. الالكتريك انرجي excitation by electric energy can be done by two methods. Methods is often is used
and gas laser such as helium neon او كربون دايوكسيد ليزر اند ارجون ليزر. كل ده بنستخدم طالما جاز ياس بنستخدم ايه الطاقه الكهربائيه تمام. بنستخدم ممكن لاما هاي تي سي فولتج لاما بنستخدم هاي فريكوانسي راديو ويف. هاي فريكوانسي راديو ويف ده الطريقه الاولانيه بتاعت الالكتريكال انرجي. اوكي اوبتيكال انرجي واوبتيكال انرجي في عمليه مهمه كنا بنسميها اوبتيكال بامبنج بروسيس عمليه الضخ الضوئي. عمليه الضخ الضوئي ده يعني ليزر بيطلع ليزر بمعنى ايه ضوء بيطلع ضوء. يبقى احنا بنعمل اكسايتيشن للاتوم اوف ذا اكتيف ميديوم تو جينيريت ليزر باي اوبتيكال انرجي. يبقى ضوء بيطلع ضوء وده بيحصل في الروبي. الروبي ايه ليزر. الروبي ليزر ده بيبقى بنستخدم مصابيح وهاجه عشان تطلع الليزر. اوكي يعني احنا هنا هنقول باي يوزنج جلوينج فلاش لامب. هي دي المصابيح الوهاجه جلوينج فلاش لامب اوف هاي اوف فيري هاي انرجي ساتش از روبي ليزر باي يوزنج ليزر بيم ساتش از لايك ان لايك داي ليكويد داي ليزر. يعني في ليزر الصبغات السائله بنستخدم ليزر عشان يعمل اكسايتيشن ليها ويطلع ليزر تاني اشد. يبقى هنا الاوبتيكال انرجي بنعمل اكسايتيشن باي اوبتيكال انرجي also known as اوبتيكال بامبنج which can done by two methods لا اما استخدم مصابيح وهاجه لا اما استخدم ليزر بيم. اوكي بالنسبه للثيرمال انرجي where the thermal effect due to the dynamic pressure of gaseous is used in exciting the atom of the active medium which emit the laser ray. بالنسبة للكيميكال انرجي كيميكال ايه انرجي اللي هي الطاقة الكيميائية where the resulted energy from some chemical reaction is used to produce laser like the energy produced from the reaction between mixture of هيدروجين فلورين ديوتيريوم فلورايد اند كربون دايوكسيد. احنا بنستخدم الكيميكال انرجي. يبقى احنا عندنا هنا اهو مين كومبوننت اوف ليزر. نمبر 1 اكتيف ميديوم اتكلمنا عن اكتيف ميديوم باستفاضه. وبعد كده اتكلمنا عن الانرجي سورسز لما اتكلمنا عن الالكتريك انرجي واتكلمنا عن الاوبتيكال انرجي واتكلمنا عن الثيرمال انرجي وكمان الكيميكال انرجي وعرفنا جواها موضوع الاوبتيكال بامبنج بروسيس وعرفنا ان احنا في الالكتريك انرجي بتاع ليزر هيليوم نيون اللي احنا هناخده مثال مهم في الدرس بتاعنا. اخر حاجه بنتكلم على الريزونانس كافيتي وده عباره عن الكونتينر which contain the active medium and activating crystals كاتاليست فور امبليفيكيشن اند اتس تو تايب. طبعا تو تايب بتاع ريزونانس كافيتي اكسترنال وانترنال. يبقى ريزونانس كافيتي ات از ذا كونتينر ويتش كونتين ذا اكتيف ميديوم اند اكتيفيتنج كريستالز كاتاليست فور امبليفيكيشن. يبقى هو الوعاء الحاوي للاكتيف ميديوم والمنشط والمحفز لعمليه التكبير التضخيم بتاع الفوتونات يعني بيزود العدد اكيد. external resonance cavity و internal resonance cavity صح حضرتك ممكن نعمل comparison بسرعه. external resonance cavity it is in the form of two mirrors perpendicular to the axis of the tube. One is reflector and the other is semi transparent enclosing the active medium permitting multiple reflections leading to amplification as in gas lasers such as helium neon laser. طب لو مفيش المرايتين دول يبقى مفيش ايه amplification تمام. اوكي طب بالنسبه للانترنال internal resonance cavity where the ends of the active material are polished to act as mirrors which are parallel and perpendicular to the axis of the tube. One is a reflector and the other is semi-transparent to allow some of the laser radiation to leak out as in solid laser such as Ruby laser. Yes. Theory of laser action. نظرية الفعل الليزري أو laser action.
Laser action depends on forcing the atom or molecules of the active medium to reach state of evolution and fusion. Again, laser action يعتمد على forcing the atom or molecules of the active medium to reach a state of evolution and fusion. Okay? يبقى هنا احنا بنوصل لحالة اسمها حالة البيولوشن ايه؟ انفيرجن. احنا طب نوصل لها كيف الحالة دي؟ طب ايه هي الحالة دي؟ لو ركزنا مع بعض هنا كيس اوف استابيليتي، حالة الثبات، تمام؟ هنا بقى كيس اوف بيولوشن انفيرجن، هتلاقي عدد الاتومز في المستوى الاعلى اللي هو بنسميه ميتا ستيبل، هنفهم يعني ايه ميتا ستيبل، عددهم اكبر من جراوند ستيت. ودي بتفكرني بحاجة مهمة، اللي احنا زمان كنا بنقعد على في الفصول ساكتين كده وهاديين، تمام؟ حاليا مفيش حتى هادي، كله بيبقى بيتنطط على الكراسي، صح ولا لا؟ صح. يبقى الدنيا الجلب حالها، صح؟ يبقى طالما الجلب حالها يبقى انفيرجن بيبيولوشن او بيبيولوشن انفيرجن اسكان معكوس، بحيث بقى ان هم قاعدين في كراسي بيبيولوشن مش بيبيولوشن. اسمها ايه؟ بيبيولوشن. برافو. اسمها ايه؟ Population. Thank you. Population inversion. يبقى تي number of atoms اللي من فوق أكبر من عددها في ground state، وبالتالي بيحصل إن أول atom طلعت تنزل spontaneous. تنزل إيه؟ spontaneous. وتطلع الفوتون اللي هو مسبب excitation، اللي هو بيساوي برضو difference بين E2 وE1، صح؟ أول فوتون ينزل يبدأ يستحس الباقي، نعمل استيميليتد للباقي، يعني بحيث على الاخر هتبص تلاقي ايه؟ طلعوا ثلاثة. طب لسه في واحد، ما انا هقول لك يعني. هو اولا عدد اكبر من الاربعة اللي فوق، تمام؟ وصلوا ثلاثة عند المراية دي اللي هي سيمي ولا مش سيمي؟ 98% سيمي ترانسبيرنت ريفليكت، تروح ترجع ثلاثة، يروح يستحس ثلاثة تاني، يوصلوا هنا هو ستة، وراحة جاية راحة، يحصل ريزونانس كافيتي، صح؟ هنا هالمراية دي كام؟ 99.5%، تمام؟ فتلاقي المراية هنا هالأنبوبة تتملي بالفوتونز، تروح تطلع هنا هو تلاتة بعد ما اتملت، وبعد كده تبدأ تطلع تاني على طول ورا بعض ورا بعض ورا بعض. هذا ما يبقى ليزر. نحقق. يبقى كده وصلنا الليزر. الفوتونات دي صفاتها ايه؟ مش الفوتون ده استحس الفوتون اللي فوق؟ مش الفوتونات مترابطة كده هو اللي مش مترابطة؟ طبعا. ليها نفس الفريكوانسي ولا لا؟ مش نفس الانرجي؟ تفرنس في الانرجي ليفل؟ يبقى الفوتونات المنطلقة اللي حصل لها اميشن بتبقى مترابطة كوهيرنت. اوكي. يبقى هنا يعني هو ده لازم يبقى فيه سبونتينيوس عشان يحصل سبونتينيوس. لازم الاول مجموعة من الاتومز تطلع، لازم تنزل بيفور لا افتر ذا اند اوف It's lifetime. The end of its life. طيب. اوكي. طب يبقى احنا عرفنا حالة مهمة في نظرية الفعل الليزري. Laser action. الحالة دي نسميها ايه؟ State of evolution inversion. يبقى احنا عشان نحصل على ليزر عايزين حاجتين. Stimulated emission و state of evolution inversion. طب state of evolution inversion. It is a state where the number of atoms in the excited state is greater than the number of atoms in the lower state. يبقى مركزين تاني، شايف في موضوع story of laser action او مسميه laser action. يبقى number two بيحصل emission of photon from excited atom by stimulated emission. نفس الشكل ده. يبقى احنا لازم هنا هو يبقى في فوتون خارجي، تمام؟ يستحس يعمل ستيميليتد، يعمل كاتست لمين؟ لهذه الاتومز اللي فوق اللي موجوده في الميتا ستيبل. ميتا ستيبل بالمستوى اللي فوق ده لازم يبقى ميتا ستيبل. هنفهم يعني ايه ميتا ستيبل انرجي ليفل بعد شويه، ان هو بيتميز بان اللايف تايم بتاعته فيري فيري لونج، يعني هنلاقيها 10 باور نيجاتيف 3 سكند. اللايف تايم العادي لمستوى بأي مستوى هي 10 باور نيجاتيف 8، انما 10 باور نيجاتيف 3. اوكي. وبالتالي كل اتوم تطلع فوق تستريح،
تستريح واللي بعدها تستريح واللي بعدها تستريح وهكذا. كأننا في عيادة دكتور، كأننا في عيادة دكتور، والدكتور باله طويل بيكشف بالراحة ويقعد يحكي، والعيادة بره تبقى زحمة، يبقى ده اللايف تايم بتاعه باله طويل مش باله طويل؟ طويل. وبالتالي هنا يحصل كوموليتيف كوموليشن، اكوموليشن للاتومز، كله يستنى 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 فوق. اوكي. يحصل ايميتد راديشن باي ستيميليتد ايميشن ويل بي امبليفايتد انسايد ذا ريزونانس كافيتي وير سكسيسيف ريفليكشن فور ذا راي اوكر between the surface of the mirror of the cavities to stimulate the other atom along its path to generate a new photons, thus amplifier radiation to produce biostimulated emission. يبقى اللي احنا قلناه وهنقوله تاني. From the previous we conclude that are different types of laser. انواع الليزر، في سوليد ليزر وفي ليكويد ليزر وفي جازيوس ليزر. سوليد ليزر زي الروبي، ليكويد ليزر زي الليكويد داي ليزر، بنستخدم شعاع الليزر عشان يولد ليزر تاني. جاز ليزر زي الهيليوم نيون والارجون ليزر، واحنا هندرس بزياده او بنوع من التفاصيل الاكتر جاز ليزر اللي هو هناخده كمثال هيليوم نيون ليزر. لو ركزنا مع بعض هيليوم نيون ليزر، ايش معنى هيليوم نيون مع بعض؟ يقول لتقارب الانرجي ليفل بتاعت الميتا ستيبل انرجي ليفل بتاعته. يعني لو ركزت معايا حضرتك ده مين ده؟ ده هيليوم، ده مين ده؟ ده نيون. شايف هنا المستوى الثالث؟ ده ميتا ستيبل في مين؟ في الهيليوم. مش يقارب الميتا ستيبل بتاعت النيون، ايوه، بس بتاع الانرجي 2 الميتا ستيبل بتاعه. في اختلاف هنا ايه 3 هنا ايه 2 بس متقاربين، كان واحد العماره بتاعته جنب عماره حد تاني، والحرامي بص لقي البلكونه بتاعت العماره دي جنب البلكونه بتاعت العماره دي، فالحرامي يحط رجله من البلكونه دي يروح الناحيه الثانيه الثانيه. طب بالراحه كده يا مستر، هو ليزر هيليوم نيون نستخدم اي طاقه؟ طاقة كهربية. طب الطاقة الكهربية بتعمل اكزايتيشن للهيليوم اتومز تخليها تطلع فوق، تمام، يحصل لها اكزايتيشن. طب عن طريق الكوليجن التصادمات بتاعت الهيليوم مع النيون، فهتدي الانرجي بتاعتها اللي خدتها من مين؟ من الطاقة الكهربية، تمام، هتديها لمين؟ للاتومز بتاعت النيون. ويبقى النيون في حالة ايه؟ اكزايتيشن. النيون الموجود هنا اهو في المستوى الثاني الميتاستيبل بتاعه ينزل للمستوى الاولاني، يبقى هنا بيطلع فوتون، يبقى في فرق في الانرجي. طلع فوتون الويف لينث كام؟ 632.8 نانومتر. ده موجود في مين؟ في الرينج بتاع الفيزيبل لايت. يبقى ليزر هيليوم نيون يتشاف ولا ما يتشافش؟ فيزيبل ولا انفيزيبل؟ فيزيبل. برافو عليك. طب الكوليجن اللي حصل هنا اهو بين الاتومز بتاعت الهيليوم والاتومز بتاعت النيون، كوليجن الاستيك ولا ان الاستيك؟ يقول لك ان الاستيك. ان الاستيك كوليجن عشان يحصل فقط في الطاقه بتاعت الهيليوم يديها لمين؟ نيون. طب الليزر اللي طالع من ليزر هيليوم نيون كان سببه الاتومز بتاعت الهيليوم ولا الاتومز بتاعت النيون ولا الاثنين مع بعض؟ لا مش الاثنين مع بعض. انت مش دوا النيون؟ النيون هو اللي نزل، الاتومز نزلت للمستوى بتاعها الثاني فطلعت فوتونات، يبقى سببه مين؟ للنيون اتوم اونلي. امال ايه فايده الهيليوم؟ بتدي للنيون الطاقه المسببه للإكسايتيشن. طب الهيليوم بياخد الطاقة بتاعته من مين؟ من الكهرباء. أوكي عشان تفهم الكلام ده لازم تبص على الرسمة دي، وهنا هنروح نكتب هيليوم إلى نيون كام يا عم من ريشيو دي؟ يقول لك 10 to 1، يبقى 10 هيليوم لواحد إيه؟
نيون. يبقى هنا حصل هاي كونتينوس فولتج ديفرنس. الهاي كونتينوس فولتج ديفرنس بيعمل اكسايتيشن للهيليوم، الهيليوم يدي الطاقه بتاعته للنيون عن طريق ان الاستيك كوليجن، النيون ينزل من المستوى الثاني الميتاستيبل للمستوى الاولاني عن طريق ستيميليتد ايميشن بتاثير فوتونات خارجيه، زي ما احنا ما قلنا بالظبط ان اول واحد ينزل يطلع فوتون يبقى بيحصل سبونتينوس في الاتومز الاولانيه، تعمل تعمل ايه ستيميليتد لباقي الفوتونز الموجوده في ايه في الاتومز. ولازم يبقى وضع البوبولوشن انفيرجن بوبولوشن ايه انفيرجن، بحيث ان عدد الفوتونز في المستوى الاعلى في الميتاستيبل اكبر من عددها في المستوى الاقل. اوكي وطبعا عشان يحصل اكوموليتيف ويبقى موجودين في حاله البوبولوشن انفيرجن لازم يبقى المستوى ميتاستيبل، يعني باله طويل زي الدكتور اللي باله طويل ويخلي العياده تبقى مليان. يبقى السؤال هنا، ها يا شباب، واتس مينت باي ميتاستيبل انرجي ليفل؟ يعني ايه ميتاستيبل انرجي ليفل؟ It is the energy level which is characterized by long lifetime relatively 10 power negative 3 seconds. That is above 10 power 5 times greater than the lifetime of the usual excited levels which is 10 power negative 8. يبقى احنا عندنا هنا يا شباب الميتا ستيبل قد في اللايف تايم بتاع الانرجي ليفل العاديه 100,000 مره. كام؟ 100,000 مره. طب جاتت منين؟ انت بتعمل ريشيو 10 باور نيجاتيف 3 الى 10 باور نيجاتيف 8. تحت تحت يطلع فوق، يبقى 10 باور نيجاتيف 3 بلس 8 يبقى 10 باور 5. يعني كام يا مستر؟ يعني 1 قدامه كام صفر؟ 5. اوكي 1 2 يبقى 100,000. اوكي دلوقتي هنشوف الاوبريشن، بس قبل ما نشوف الاوبريشن تعالى نشوف التركيب بسرعه بتاع الليزر هيليوم نيون. اول حاجه هي انبوبه من الكوارتز تحتوي على ميكشر من الهيليوم والنيون الريشيو 10 to 1، عشان احنا الهيليوم بيخبط النيون فلازم يبقى عدده اكبر عشان ممكن يخبط النيون ما يجيش فيها، صح؟ والبريشر تقريبا 0.6 ملي متر اتش جي، ملي متر اتش جي. الملي متر اتش جي ده بنسميه تور، خدناه السنة اللي فاتت. اوكي. نمبر 2 تو بلين اوف كونكيف بارل ميرور which are perpendicular to the tube axis. One has a reflection coefficient of nearly 909.5% which the other mirror is semi-transparent with reflection coefficient of 98%. Number 3 high frequency electric field مصدر الطاقه source of energy او high TC voltage is applied inside the tube which causes electric discharge and excitation the gaseous atom. يبقى دي انبوبه تفرير discharge tube تي reflecting mirror اللي هي كام؟ 99.5%. وهنا كام يا شباب؟ سيمي ترانسبيرنت ميرور وتي 98% ريفليكشن كوفيشن. طب دلوقتي الاوبريشن لليزر هيليوم نيون، فكره التشغيل. نمبر 1 نمبر 1 the potential difference causes an electric discharge inside the tube which leads to the excitation of the helium atoms to higher levels. Number 2 the excited helium atoms collide with the unexcited neon atoms in elastic collisions. Thus energy is transferred from the excited helium atom to the neon atom due to the close energy values of the excitation levels in both atoms. Then neon atoms become excited. The excitation level of a neon atom has a relatively long life. Nearly 10 power negative 3. Such a level is called metastable state due to the continuous collision between the excited helium atoms and neon atoms. An accumulation of excited neon atoms is metastable
انما ستيت انما ستيبل ستيت اكور. Hence the population inversion state is reached by the neon gas. A group of neon atoms that are excited relax to a lower excitation state, so they emit spontaneous photons, which have energy that equals the difference in energy levels. Then the photon propagates randomly in all directions inside the tube. Photons which propagate along the axis of the tube or parallel to it are reflected back by one of the two mirrors. Then they bounce off inside the tube and cannot get out of forming multiple reflections. During the propagation of these photons inside the tube between the two mirrors, they may collide with some neon atoms in the excited state, metastable state, which its lifetime is not yet over. Thus, they stimulate the neon atoms to emit photons of the same energy, frequency, and phase as the colliding photon. Thus, the number of photons moving inside the tube multiplies by the stimulated emission and direction in the axis of the tube. Number 7, the new stream of photons repeats the process, and thus they are multiplied by the lasing action. This is how amplification takes place. When radiation inside the tube reach a certain level, part of it get out through the semi-transparent mirror in the form of laser beam, which is the rest of a radiation remains trapped inside the tube to continue the stimulated emission and lasing action. Neon atoms which have relaxed to lower level lose whatever left of their excited energy in different ways, such as collision or spontaneous emission, thermal radiation, and finally return to the ground state excited helium colloid again with neon atom, and a cycle repeats. Number 10, helium atom which have lost their energy due to collision of neon atom are excited again by electric discharge and so on. النقطة المهمة دلوقتي إن الهيليوم والنيون are suitable for protection of gaseous laser because the value of their excited metastable are very close to each other. زي ما قلنا موضوع الحرامي اللي هيدخل من العمارة دي من البلكونة دي للبلكونة دي هتلاقي هنا الميتاستيبل بتاعت الهيليوم مقاربة للميتاستيبل بتاعت مين؟ بتاعت النيو. عشان كده هما ماشيين مع بعض نفع مع بعض. اوكي بعد كده نقول it is necessary in laser sources during operation that the active medium reached the population inversion state which isn't required in ordinary light source because the base of laser action is the existence of large number of atoms in metastable state for the stimulated emission to become the dominant emission, while in the ordinary light source the spontaneous emission is the dominant emission. Yes, test yourself. Number one, بيقول in helium neon laser, from the steps of producing a laser beam is that the excited helium atoms lose the excited energy by the collision with the unexcited neon. يبقى الإجابة an excited neon atom إجابة قولا واحدا. تمام. Number two. One of the steps of producing helium neon laser is to achieve the population inversion state of the atoms of neon only. Neon only. Yes. زي ما قلنا. أوكي. دلوقتي هنتكلم على laser applications. تطبيقات الليزر. Laser are
laser rays. used in different field. Laser ray are used in different field such as holography, holography, medicine field, communication field, military field, industry field, computers field, surveying to determine the dimensions and areas, arts and laser shows, space research. Yes, نتكلم دلوقتي عن الهالوجرافي now. بس يلا هالوجرافي ودلوقتي يلا بينا نشوف فيديو جميل ونكمل.